وتم ابو سليم ترفع ولكن علي الطويل يتدخل في منتصف الميدان. جونيور يمشي بالكره من جديد باتجاه احمد العابد. احمد العابد يلعب الكره باتجاه على الانصاري. جونيور جونيور من جديد الخمسه قدم مستويات باهيه وباهيه البا بالنسبه لجونيور. سيف النصر تمشي كره باتجاه الماتسون بوشناف. بوشناف في دور المحطه ولكن التدخل من جونيور. اليسرى ايرمانت انطلاقه للماتسون بوشناف. يمشي بوشناف على جهه اليسرى. بوشناف يبحث عن انطلاقه ولكن التدخل من جونيور يضع الكره بتصرف. ترفع الكره مره ثانيه صوب تلعب الكره طويله من ايرمانت باتجاه ابراهيم ولكن تعود بالراس. يمشي الكره من جديد جدور باتجاه بوشناف ولكن جونيور ياخذ الكره. جونيور يتحصل على الصافره وخطها امام بهلول. يلعب كره طويله بهلول مره ثانيه باتجاه ماهر الخيتوني ولكن تبعد من وليد لمصلحة فريق رفيق عن طريق محمد القنطري. قنطري يمشي بكرة إلى جونيور. جونيور من جديد يلعب كرة على الجهة اليمنى في انطلاقة على الأنصاري لمصلحة. تلعب الكرة من إيرمانت تجد جونيور يبحث عن مرور حكم اللقاء ماذا يقول صافرة وخط. عزو بن حامد يعود بكرة من جديد ولكن تستخلص من محمد بوراس. يمشي الكرة إلى جونيور ولكن بوراس ويوري كريست بالراس. تعود جونيور يلعب كرة في منتصف الميدان باتجاه العابد. وفيول الاختبارات عاد البرجي من جديد ليضع الرفيق في خط المقدمة. ينقض عليها البرجي. تعود جال قنطري يفتح اللعب من جديد لرفيق عن طريق جونيور. جونيور من جديد يلعب كرة طويلة لمن تكون بصوب محمد عياد. محمد عياد يحاول بلمسة يخدع عياد. تعود إلى ضربة مرمى. تمشي كرة من جديد باتجاه جونيور. جونيور يكسب بعد الامتار الخمسة لرفيق. جونيور يلعب كرة مع انطلاقة طويلة من جديد باتجاه احترف في صفوف فريق رفيق. هدف مقابل لا شيء والتقدم لفريق ابو سليم برأسية من الماتسون بوشناف. جونيور يلعب كرة عرضية صوب الرؤوس لمن تكون بالرأس من علي لاستكمال اللقاء. يلعب كرة طويلة على الجدار ولكن جونيور ياخذ الكرة من امام بوشناف. يلعب كرة طويلة باتجاه محمد عياد. يمشي عياد التسعة من جديد على حافة المنطقة. عياد عياد مع سعد بحور. مر عياد اكس مربع مميز التسديدة ولكن الجدار يتدخل. تعود الكرة بوراس يلعب الكرة عرضية هي خطير. جونيور قلب دفاع فريق رفيق. كرة الأخيرة ترفع الكرة من جديد في انطلاقة ومحاولة. التدخل من سيف في منتصف الميدان. يمشي جونيور في تنفيذ الخطأ. تمشي كرة طويلة من جديد. جونيور يمشي بكرة طويلة. مار يأتي بالثالث لمصلحة فريق أبو سليم. يمشي بكرة من جديد طويلة لمصلحة جونيور.